ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بالتأكيد من قلوبنا هنفضل دايما نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقف مع ليبيا، نترحم على كل يعني من ذهبوا الى جوار ربهم سبحانه وتعالى، وبنتمنى العثور على المفقودين، نتمنى تمام الشفاء والعافية لكل المصابين. ومصر فعلا كبيرة كما جرت العادة، مصر حبيبة الكل وبتحب الكل ولا تدخر أي وسع لمساعدة الكل أيا كانت الظروف. يمكن النهاردة حضراتكم شفتوا بنفسكم إزاي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشهد بنفسه اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية لإخواتنا وأهالينا وأشقائنا في ليبيا، ويمكن ده جانب من هذا الاصطفاف اللي حضراتكم بتشوفوه معانا دلوقتي على الشاشة. عينك ما تجيبش آخره، مساعدة؟ لا مش مساعدة، ده موقف مصري دائم وأصيل ومعتاد من مصر تجاه أي من الأشقاء وتجاه أي من الشعوب اللي ممكن تكون بتتعرض لكوارث أو نكبات لا قدر الله. فخامة الرئيس أيضا تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا، رحمة الله عليهم جميعا وأسكنهم فسيح جناته، ويا رب يلهم أسرهم كل الصبر. طبعا اللي حصل من الإعصار دانيال والفيضانات المصاحبة وما إلى ذلك أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية. فخامة الرئيس وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين، ووجه الرئيس الشكر أيضا لأجهزة الدولة وطبعا القوات المسلحة المصرية على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع أشقائنا في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة على حد تعبير فخامة الرئيس. الرئيس كمان وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل كل الجهد للتخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية، ووجه بتجهيز حاملة الطائرات مسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل أهالينا في ليبيا أي أعباء. مصر دايما واقفة مع الكل. ليبيا بالنسبة لنا ليبيا بالنسبة لنا حدوتة كبيرة، مش بس لأنها دولة الجوار، ده احنا بنتكلم على ليبيا يعني تاريخ مشترك، بنتكلم على مصاهرة ونسب وعائلات واحدة وقبائل منتشرة وعائلات كبيرة منتشرة ما بين البلدين. يعني ليبيا ليها وضعية شديدة الخصوصية بالنسبة لمصر، المنطقة العربية ليها وضعية شديدة الخصوصية طول الوقت، تصل بإذن الله كل المساعدات قدر الاستطاعة لإخواتنا في ليبيا ولإخواتنا في المغرب. في ظل كل ده بتوصل جسامين شباب قرية الشريف في بني سويف، ودول ولادنا اللي راحوا ضحية الإعصار دانيال. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، الرئيس وجه التعزية لأسر شبابنا وأولادنا دول، وجه طبعا بتقديم كافة المساعدات للأهالي. من ناحية أخرى يعني زي ما كنت بقولك، هو مش من ناحية أخرى، هي في نفس ذات الزاوية، المصاب واحد، ولادنا اللي في ليبيا، أهالينا الليبيين الكل واحد، أمام جمهورية مصر العربية كل واحد. الرئيس يتحرك لأجل الجميع لأنه كل واحد، هي دي مصر. مصر مش عايز أقول لك إنها بس أم الدنيا، لا، هي مصر كل الدنيا والله. وبتستمر زي ما حضراتكم شايفين جهود الإنقاذ اللي متواصلة في ليبيا بعد هذه الكارثة الإنسانية. هذه المدن للأسف الشديد الليبية المنكوبة يعني بتستحق مننا دايما كل الدعم وكل الإسعاف، وبنقدم كل الجهود. مصر هتقدم كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. من هنا يمكن كلنا بالتأكيد بنقول إنه يجب على العالم الالتفات لليبيا والالتفات للمغرب، التفات شديد الإيجابية والتفات حقيقي يبقى على الأرض. جزء كبير جدا من اللي احنا كلنا أظن محتاجينه هو معدات
بأعلى التقنيات علشان البحث والإغاثة. خلي بالكوا احنا بنتكلم على مدن منكوبة، قرى بالكامل تم مسحها من على وش الأرض. لازم يبقى في عندنا في ليبيا المعدات، وأيضا في المغرب المعدات اللازمة عشان نقدر نوصل ولو لنبضة قلب واحدة. دول رجال الجيش المصري اللي موجودين هناك قدام حضرتك، اهو شايف قدامك الجيش المصري، قواتنا المسلحة المصرية وحدات البحث والإغاثة موجودة ومنتشرة في المدن الليبية، في القرى الليبية، في كل شبر للأسف الشديد تعرض لهذه النكبة وهذه الأزمة ويمر بهذه المحنة، موجود فيها القوات المسلحة المصرية والمسعفين المصريين بيقوموا بدورهم الإنساني بالقطع، وبيقوموا بدورهم الوطني كمصريين تجاه الشقيقة ليبيا وتجاه أهالينا في ليبيا. هتستمر جهود الإنقاذ، هتستمر دايما مصر موجودة في ليبيا لأجل أهالينا الليبيين، ونتمنى بإذن ربنا سبحانه وتعالى أنه نعدي هذه الأزمة على خير. آمين. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. أهلا بكم، ونبدأ بقى الأخبار بتاعتنا في هذا القسم من الحلقة. النهاردة كان في جلستين متخصصتين في الحوار الوطني. طيب على إيه؟ على دمج الاقتصاد مع القضية السكانية، أي الارتباط ما بين القضيتين، والارتباط الحقيقة منطقي جدا. بس خليني هنا أخد معانا على التليفون دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يوسف بي وكل المشاهدين. إزاي حضرتك؟ ما بين دمج الاقتصاد والقضية السكانية دائما هناك ارتباطات، يعني الاقتصاد يبقى كويس إذا كانت القضية السكانية ما فيهاش قضية، إذا كان النمو السكاني نمو منضبط، صح؟ أحسنت يا فندم. طبعا إذن ما الذي تم مناقشته اليوم؟ بصراحة كانت جلسة مهمة جدا جدا، وكان فيها عدد كبير جدا من الخبراء والمتخصصين، وكان النقاش بيدور عن كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية. اسمح لي أصفق تصفيق حاد عشان ده كان السؤال الثاني، فكويس قوي ان حضرتك بدأت بيه، اتفضل يا فندم. هو ده بالنسبة لي كان الأهم، لأنه مناقشة الزيادة السكانية، احنا قلنا فلسفة الاقتصاد في العالم كله ان انت عندك زيادة بتكون في عدد السكان معناها زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات اللي بتقدمها الدولة. ثانيا احنا في مصر حسينا كده ورصدنا ان في كمان ابجريد في نوع الخدمه ونوع المنتج اللي المواطن المصري بقى بيطمح اليه في ظل الجمهوريه الجديده. احنا بصراحه ما بقاش اي طريق يعجبنا، لازم يكون طريق من احسن الطرق جوده في العالم عشان نعترف ونقول ان ده الطريق بتاعنا. هايل. مباني المستشفيات والمدارس، لو رجعنا يوسف بيه واحنا يمكن قريبين في السن من بعض واحنا شباب صغير، ما كانتش كل الحاجات بالجوده اللي بنشوفها النهارده من المدن الذكيه والجديده من التجمعات السكانيه. ابعد ما يكون، ابعد ما يكون الحقيقه، ابعد ما يكون. حتى خدمات المياه والكهرباء بقينا بنتكلم على اقل حاجه تحصل ان هي مشكله كبيره، وزمان ما كانتش مصر بالطريقه دي والتطور اللي شهدته في الفتره الاخيره. كل ده ايه بقى؟ ضغط على الاقتصاد. كل ده محتاج فلوس اكتر طبعا، محتاج مصروفات اكتر. طب انا عايز ازود موارد الدوله دون ان اكمل في اي ضغوط يحس بها المواطن المصري، وده هدف اي حكومه في العالم. حلو. والقياده السياسيه دائما توجه الحكومه عدم زياده اي اعباء على المواطن، عدم زياده الاعباء على محدود الدخل. فراينا انه موضوع الزياده السكانيه علاجها ان احنا ندمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لكي يشعر به المواطن المصري من تحسن في شكل الحياه العامه وفي شكل الاقتصاد المصري. كويس جدا. طيب هنا هياخدني على استفسار، هل لدينا أرقام واضحة على حجم الاقتصاد غير الرسمي؟ وبالتالي في حال دمجه، أنا متأكد أنه مش هيدمج كليا مرة واحدة، لكن طبعا بالتأكيد هيدمج على مراحل مختلفة ومتتالية، وقد تكون ما بينها شيء من التباعد. بس حجم الاقتصاد غير الرسمي إيه؟ ده كان من أهم الموضوعات اللي ناقشناها، محتاجين تحديده كما وكيفا في العاجل. الأرقام المتاحة لدينا أعلنت عنها وزارة التخطيط منذ شهور أنه يقارب
نص الاقتصاد الرسمي. انت متخيل ضخامة الرقم؟ يعني لو بتكلم في 10 تريليون جنيه حجم الناتج الإجمالي المصري، انا عندي 4 تريليون او 5 تريليون يكونوا اقتصاد غير رسمي. انا مش شايفهم كدولة، مش داخلين في الاقتصاد الرسمي لهذه الدولة. علشان الناس تبقى فاهمة انه عدم دمج الاقتصاد، او يعني الانفصال اللي حصل ما بين الاقتصاد الرسمي المعلن والاقتصاد غير الرسمي، هو ان احنا عمليا عندنا انشطة اقتصادية على اختلاف اشكالها وانواعها، هذه الانشطة غير مسجلة، غير موجودة بالنسبة لنا على الورق، مش قادر احصرها، مش عارف الناس بتكسب قد ايه، مش قادر احدد عليهم ضرائب معينة، مش عارف احط عليهم رسوم معينة. الناس بتظن ان الاقتصاد غير الرسمي، وصححني يا دكتور، انه لو واحد راجل بلدينا على قد حاله عنده فرشة أدوات بلاستيكية حاططها على الرصيف، لا، هو اللي بيدي دروس خصوصية وما بيدفعش ضرائب، ده اقتصاد غير رسمي. في العيادة اللي ما بتسددش ضرائبها برضه اقتصاد غير رسمي. من الراجل ده إلى المصانع كمان اللي مش موجودة مسجلة لدى الدولة. صحيح، وبالتالي ده حجم ضخم ومهول. طبعا. طيب، هل إحنا أو حضراتكم يعني في الحوار الوطني بدأتوا تفكروا في كيفية دمج هذا الاقتصاد ووضع مثلا جداول مرحلية لهذا الدمج؟ ده كان مسار النقاش النهاردة، والتوصيات اللي هتخرج إن شاء الله هتكون كلها في هذا الصدد. إحنا لقينا أول حاجة الصورة الذهنية. الإعلام المصري، وإن حضرتك ببرنامج قوي زي حضرتك النهاردة بيتكلم كده، ده بداية الحل. إن تصحيح الصورة الذهنية لدى المشتغلين في هذا القطاع، كلهم عندهم تخوف، متخيل إنه هيدخل الاقتصاد الرسمي يعني ضرائب. أول كلمة بتيجي على باله يعني تفتيش، يعني رقابة. بالعكس، أنت هتاخد أيضاً مزايا. لازم نروج للي بيشتغل في هذا القطاع مزايا، إن أنا هأمن عليك، هأمن على المنشأة بتاعتك، لو لا قدر الله تعرضت لأي ضرر تقدر تصرف تأمين، تقدر يبقى عندك تعويضات. وأمن على العاملين وأدمجك في التدريب. وأمن عليهم. الأهم ان هبدا ادخل لك منتجك عنده شهادات جوده. طبعا. تقدر توردها للمشروعات القوميه. استفيد يا اخي، يعني احنا عايزين نقول له استفيد في دوله فيها حجم من المشروعات وحياه كريمه وكل ما يتم على ارض الوطن. لو انت بتنتج منتج هندسي هتقدر تبيعه، منتج صناعي يبقى له سوق، اكيد سعره هيختلف بمواصفه احسن. يعني اهم تدريب الناس اللي بتشتغل عنده. صح. فأنا المزايا اللي بقولها لحضرتك دي اوريدي موجودة في القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. القانون ده فيه حوافز كتيرة جدا، فقلنا تفعيلها والترويج ليها. قلنا نستخدم الجمعيات الأهلية المنتشرة في كل أقاليمنا وربوعنا والريف المصري والأحياء الشعبية، هم يكون عندهم مصداقية يمكن أكتر ما يطلع مسؤول حكومي. إحنا النهاردة كحوار وطني لما بنتكلم كده والله بنتكلم من قلبنا، فعلا في حوافز، فعلا الدولة مش عايزاك عشان الضرائب. بالمناسبة، طب ايه الدليل بتاعك؟ انه نص في القانون في عنده 3 سنوات بيدفع حاجة اسمها ضريبة مقطوعة 2000 جنيه في السنة، يعني السنة كلها 2000 جنيه، معاك 3 سنين حضرتك اللي بيشتغل في القطاع غير الرسمي مش مطلوب منك ضرائب. بعد ال3 سنين ابدا اطلب منك تدخل النظام الضريبي، وده شيء هيفيدك لانك هيبقى مؤمن عليك. اظن انه كمان يا دكتور احنا في كان عندنا في شهر اغسطس قرار الرئيس بالاعفاء الضريبي للمشروعات الصناعيه الجديده، يعني الناس اللي كانت عندها ورش على جنب وحاجات على جنب وغير مسجله وغير مؤمنه وغير خاضعه حتى للتامين اللي تقدر الدوله تامنه له بالدفاع المدني الى اخره وما الى ذلك. النهارده لو خد بعضه وخد قرار انه يسجل هذه المنشأة حتى ولو بسجل جديد، ويروح علشان يعمل المنشأة بتاعته في مكان من الأماكن المرخص ليها بمنشآت صناعية، هو كده معفي من الضرائب 5 سنين باستثناء ضريبة القيمة المضافة، يعني ولا حاجة. بالظبط، ده موضوع آخر للصناعات الأكبر شوية، يعني الصغار هو اوريدي هيدنه معافى ال3 سنوات. حلو. في قانونه. وبالصناعات الكبيرة هيقول لي طب أنا صناعة كبيرة، حضرتك جاوبتها، هيروح يستفيد من المناطق الصناعية والصناعات المستهدفة اللي واخدة الإعفاء 3 سنوات إلا من القيمة المضافة فقط، ودي بالمناسبة هي مش ضريبة لأن هي بتكون من سعر المنتج محمل. صحيح. على المستهلك. فاللي عايز أقول لحضرتك إحنا محتاجين ده، محتاجين نرغبه، نعرفه المزايا اللي هيحصل عليها، نتكلم حوار مجتمعي كامل، ايه الميزه اللي هتعود بقى علينا كمواطنين؟ احنا دورنا ايه؟ ان احنا نقول للناس دي لا، انت لازم تديني فاتوره ولازم تكون مسجل عشان اشتري منك. النهارده حضرتك لو بشتري مستحضرات تجميل
مجهولة المصدر، تأثيرها الخطير على الأسرة. طبعاً. منتجات غذائية، لو بشتري تيل فرامل لسيارة ولا قدر الله بتعمل حادث لأنها مش كواليتي، لو براند كابل كهربائي مش عنده كل المواصفات القياسية طبعاً. بسبب ماس كهربائي أو غيره سبب أزمة الأسرة. احنا النهاردة كنا يعني عندنا حجم من التحدي، ان الموضوع ده لازم يوصل لكل المواطنين، كلنا علينا دور ان احنا نشجع الناس دي، وفي نفس الوقت الدولة عليها دور انها فعلا يكون في مصداقية في كل القرارات اللي صدرت من الاعفاءات. الموظف الصغير يقول ده، لان احيانا ممكن لما يجي يتسأل موظف صغير في الضرائب هل انتوا عندكم اعفاء فعلا، يقول له والله لا، هو عنده جهل بالقانون او ما بصش عليه. فمحتاجين توعية اكتر للموظفين اللي بيتعاملوا مع هذا القطاع من المنشآت. ده صحيح 100%، واظن زي ما حضرتك قلت ايضا المجتمع المدني لازم هيلعب دور في ده، والحركه الحزبيه المصريه هي كمان لازم تلعب دور مهم في ده، لانه في النهايه خالص ده مش متعلق بانه بقى هي انا مع الحكومه ولا انا مش مع الحكومه، وده ليه علاقه بحجم ونمو الاقتصاد المصري بما فيه مصلحه المواطنين. فاحزاب معارضه، احزاب مؤيده، يجب ان هم يعملوا يشتغلوا على ده. يجب ان كل الاحزاب السياسيه، معارض مش معارض ولا كله، هيشتغل لانه لمصلحه هذا الوطن مش لمصلحه حكومه فقط. طبعا. وكمان حضرتك بقى تتخيل لما حجم الاقتصاد المصري اللي بنقول عليه 10 تريليون يبقى 14 تريليون، نظره المجتمع الدولي لينا، نظره الائتمان للدوله المصريه، انت عندك قفزه تانية خالص هتكون بسبب ده. وتاني حاجة، هقدر أمول المشروعات دي لما تكون رسمية، هقدر أديله تمويل مخفض، هقدر أدخله تحت مظلة إنه لو عنده تعثر في مشروعه أساعده، لأنه بقى مشروع مسجل أمامي. النهاردة لما بيتعثر المشروع محدش بيشوفه، بيبقى في أسر اتقفلت مصادرها من هذا المشروع الغير رسمي. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني. يا جماعة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي هيفرق مع الكل. طب أزيدك من الشعر بيت؟ لا، هو يفرق مع المواطنين الأكثر احتياجا أكثر مننا كمان في الطبقة المتوسطة، أو حتى الطبقة المتوسطة العليا. ده فعلا ليه؟ أخويا العامل لما يبقى بيشتغل في ورشة متطرفة على جنب، لا الورشة متسجلة ولا دياوله، ما هو اخويا العامل ده مفيش حد مأمن عليه، لو حصلت له إصابة هيعمل ايه؟ طب لو رقت كام يوم هيعمل ايه؟ وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي بحيث انه يبقى جزء من المنظومة الاقتصادية المصرية الرسمية المعلنة، هو يصب في صالح العمال، ويصب في صالح صغار المزارعين والفلاحين، يصب في صالح كل الناس اللي هم أولى مننا كلنا بالالتفات إليهم. وبالتالي صاحب المنشأة نفسه هو كمان هيصبح عنده سلة أو حزمة من الحوافز اللي هتمكنه أنه شغله يكبر أيا كان شغله. زي ما كنت بقول، ممكن يبقى صاحب ورش، ممكن يبقى مزارع صغير، وممكن يبقى بيدي دروس بالمناسبة، وممكن يبقى عنده العيادة. أنا مش عاوز أقول إنه الناس بتدفع ضرايب، طبعًا هو الدروس أكيد ما بيدفعوش ضرايب، بس يعني العيادات ممكن يبقى بيدفع بعضهم أو قلة، ممكن يبقى لأ، ممكن يبقى البعض بيراعي ربنا سبحانه وتعالى وبيثبت دخله في الـ الإقرار بتاعه، البعض قد يكون بيثبت دخل أقل. في النهاية هي مصلحتك، مصلحتك. خلونا نروح لحاجة مهمة جدًا وإحنا بنتكلم على الاقتصاد المصري. وانا واحد من الناس ادعي ان انا من اشد 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 المتحمسين ليها. واتذكر ان انا مره قابلت معالي وزير الزراعه واتكلمت معاه في زراعه نبته اسمها اشواجندا، طبعا ليه كل الناس دلوقتي طالعه عليها موضه والاشواجندا، وتاخد الاشواجندا ولا ما تاخدش الاشواجندا. خلاصه القول على قد قرايتي مثلا يعني، وحتى لما اتكلمت معاه الوزير قال احنا هندرس ده فعلا بشكل بمنتهى الجديه، ينفع نزرعها ولا ما ينفعش؟ طب لو ينفع، طب احنا حجم وارداتنا من هذه النبتة قد ايه؟ لانها بتخش في الصناعات الدوائية وما الى ذلك، والصناعات بقى اللي هي بتاعت ايه، مش عارف، العشبة الطبيعية، فبتخليك عندك كده نشاط وحيوية وترفع من معدل الطاقة وكلام من ده، وكلها تقريبا ادوية مستوردة، وقلة منها ادوية بيتم عملها محليا. النبتة نفسها بتستورد، قليل جدا من المنتج المحلي اللي بيتم استخدامه. طب انا في مصر عندي قدرة على
ان انا اوسع من حجم زراعات النباتات الطبية في مصر؟ اعتقد ايوه. طيب هل وزارة الزراعة هتساعدني في ده؟ انا من غير ما اعرف هقول لك ده مما لا شك فيه. خليني بقى هنا اخد على تليفون دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. عامل ايه يا دكتور؟ مسألة انه يبقى في عندنا توجيهات حقيقية من حضراتكم وتوجيهات طب بالتأكيد من الحكومة والرئيس لدعم ملف النباتات الطبية، ايه الحوافز اللي احنا هنقدمها للمزارع وما الى ذلك علشان يبقى في عندي توسعة في حجم الرقعة الزراعية المزروعة بالنباتات الطبية، سواء اذا كان التوسع الافقي او التوسع الرأسي بتاعها؟ وده طبعا هيضيف لملف الصادرات الزراعية المصرية كتير جدا من الدولارات لو صح الكلام. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك طبعا يا يوسف. انا اللي اشكرك. الله يخلي حضرتك. فعلا لو حضرتك بتتكلم مجال النباتات الطبيه ده واحد من المجالات الواعده بالنسبه للدوله المصريه، يمكن احنا عندنا فيه مزايا نسبيه، وبنشوف قرى وبنشوف اماكن بتعتبر بها رياده في هذه النباتات، نوعيات النباتات الطبيه والاطفال المختلفه. ومع الوزير الحقيقه بيوجه بشكل مستمر لكل قيادات الوزاره بضروره ايجاد اسس تطبيقيه وضروره كاتف لتطوير هذا المجال لما له من اهميه لزياده الصادرات وتعظيم الصادرات. ويمكن دوما بيكون في لقاءات دوريه وكان اخرها اليوم حتى لدراسه وبحث اليه تطوير مجال التوسع في زراعه النباتات الطبيه والعطريه. واحنا بنتكلم عن النباتات الطبيه والعطريه ما ينفعش نتكلم على حته الزراعه ونقط، لان هي دي منظومه متكامله تبدا بتطوير الارض وتطوير اساليب الزراعه وتوفير المستلزمات اللازمه وتوفير معاملات ما بعد الحصاد وتوفير البحث العلمي اللي يساعد على تطوير الانتاجيه وايضا توفير المساحات اللي يمكن الزراعه فيها. فالموضوع متكامل ودايما بيكون فيه رؤيه شموليه، وده كان يعني بيبقى دايما مطروح في كل الاجتماعات وكل التوجيهات مع الوزير في هذا الاطار. ويمكن كان من ضمن التوجيهات ضروره ان تتكاتف الجهود ويتم تكثيف الجهود للباحثين والمختلف القطاعات التابعه للوزاره لاعداد خطه واضحه للتوسع في المساحات المزرعه وتعظيم انتاجيه النباتات الطبيه والعطريه. طب حلو جدا دكتور محمد، يعني انا عارف برضو ان حضراتكم بذلتوا جهد كبير جدا في مساله زراعه الجوجوبا على سبيل المثال وتحفيز الناس على هذه الزراعه، فعرفنا دلوقتي ان مصر من البلاد الصالحه جدا لزراعه هذه النبته واصبح لنا سمعه جيده فيها، لكن هل بدات الوزاره في اعداد زي قائمه بانواع النباتات الطبيه اللي عاوزين نشتغل عليها اللي هي صالحه للتربه المصريه، صالحه لطريقه الري المصري، صالحه للجو والاحوال المناخيه بالذات بعد المتغيرات المناخيه الجديده؟ يعني خلينا اقول لحضرتك وطبعا اكيد بيكون في مقترحات اوليه وفي اكيد رؤى، بس احنا عندنا مراكز بحثيه متخصصه زي مركز بحوث زراعيه ومركز بحوث الصحراء، ودي مراكز متخصصه وعندنا فيها متخصصين في مجال النباتات الطبيه والعطريه. عندنا مركز بحوث الصحراء متخصصين في الدراسات الاقتصاديه للمساحات الصحراويه والاراضي الجديده اللي يمكن اضافتها وانسب المنتجات او انسب المحاصيل اللي يمكن زراعتها فيها. الباحثين في مركز بحوث زراعيه بيحددوا الانواع والاحتياجات الارضيه والمائيه لكل نوع من انواع النباتات الطبيه والعطريه، وبالتالي بيطلع دراسه مشتركه. مش بس كده، كمان الدراسه التسويقيه والدراسه لسلاسل القيمه المضافه ومدى اضافه قيمه اعلى لمنتج على الحساب الاخر، كل دي بتخش في المعامله. يمكن ده كان دايما توجيه مع الوزير بضروره ان تتكاتف الجهود وان يكون في بحث علمي حقيقي وتكامل الجهود للدراسه، فده اكيد هتطلع خطه ان شاء الله. ودايما مع الوزير يمكن ده كان اللقاء الثاني او الثالث اللي بيتم عقده لدراسه ومتابعه عمليه اعداد خطه لتطوير النباتات الطبيه والعطريه، واكيد ان شاء الله يعني تكون في خطه مجهزه متكامله واضح فيها كل المعالم، مشترك فيها كل الفئات او كل القطاعات داخل الوزاره، ويتم عرضها باذن الله على كافه الاعلاميين وكافه الجهات. يعني مسألة القيمة المضافة دي أصلها فعلا مهمة جدا جدا جدا، ما نبقاش بس بنكتفي بتصدير هذا المنتج
من المحاصيل او النباتات الطبيه والعطريه في يعني منتجات معبأة في هيئة خام. مسألة القيمة المضافة دي شديدة الأهمية. أنا بشكرك جدا 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 دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. قبل ما حد يسألني ويقول لي يعني إيه يعني أقول لك على سبيل المثال، لا هو أنا لازم أشوف النباتات الطبية بتاعتي دي والنباتات العطرية بتاعتي دي أنا أخدها بحيث أن أنا أجمعها بالشكل السليم جدا 100% يعني، وبعدين أعمل لها عملية تعبئة وتغليف وصدر، ولا أدخلها في المنظومة بتاعة صناعات مواد التجميل والشامبوهات والصناعات الدوائية والزيوت المستخلصة، وإن أنا أعمل أطلع منها أنا الزيوت العطرية اللازمة؟ طب هل أبدأ أشتغل على ملف صناعة العطور على سبيل المثال ولو كبدايات؟ وأظن في الحالة اللي زي كده لو هنمشي في الخط ده يبقى بالتأكيد هنبقى ماشيين في إطار إيه بقى؟ زراعات تعاقدية، أتفق مع المزارعين، أبقى أنا همزة الوصل ما بين الناس اللي هتعمل النوع ده من الزراعة أو أصحاب هذه المزارع، عشان أنا اللي هدي لشركات التصنيع اللي موجودة عندي هنا في مصر. أقدر أعمل عملية تنسيق بقى واسعة هتبقى فيها وزارة الزراعة، هيبقى فيها التمثيل التجاري بتاعنا بالتأكيد التابع لوزارة الصناعة، وبعدين هيبقى فيها بقى إيه المصدرين بتوع أو الأول المزارعين اللي هيدي للمصدرين عن طريق التمثيل التجاري علشان نقدر إن إحنا نفتح أسواق بره لمثل هذه الزراعات، مش بقى في إطار زراعات، لا في إطار منتج زيوت عطرية مستخلصات بالفعل تبقى حاجات دخلت في إطار التصنيعي بتاعها سواء إذا كان تجميليا أو دوائيا وهكذا. كده هنجيب فلوس إن شاء الله كتير. مش بس كده، ده أنا هبقى محطوط على الخريطة بتاعت العالم، الخريطة بتاعت إيه؟ بتاعت النوع ده من الزراعة والصناعات المرتبطة بيها، دي أهم حاجة. طيب تعال أرجعك لإشاعة طلعت يجي من 3 أسابيع، هي بالمناسبة طلعت تاني دلوقتي. ايه هي الإشاعة؟ بيقطعوا الأشجار النادرة في جنينة الأسماك. من 3 أسابيع في هذا البرنامج، في هذا البرنامج اتكلمنا على القصة، حلو، واتكلمنا على انه إشاعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. تخيل من 3 أسابيع تقريبا، يعني مش بالملي بس تقريبا من 3 أسابيع، تخيل. طيب عشان بس تبقى قادر تفهم الى اي مدى صناعة الشائعات شغالة على قدم وساق، واللي عاوزين طول الوقت يروجوا الشائعة وقاعدين برا وبعضهم هتلاقيه مترمي جوه قاعدين بيشتغلوا على هذا الضخ. فلو الإشاعة تم نفيها واشتغلنا وقلنا وعملنا كل حاجة وتمام التمام، والناس بتاعة صناعة الشائعة دول لقوا ان الموضوع هدي، يروح جاي ينفجروا تاني. الحق الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بيتم قطعها. هتلاقي انه ده أمر بطبيعة الحال بيواجهوا المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء كما جرت العادة، وبيأكدوا 100% لا أساس لهذه الشائعة من الصحة على الإطلاق، مش موجود، ما فيش حاجة اسمها بنقطع الشجر. تعال هقراها لك اهو، بص وزارة الزراعة يعني المركز بيعمل ايه؟ بيتصل على طول ويتواصل مع الوزارة المعنية في الحالة بتاعتنا دي اللي هي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. قالوا يا جماعة غير صحيح، قالوا يا جماعة احنا بنشدد، احنا كوزارة زراعة واستصلاح اراضي لا يمكن لا يمكن نلمس النباتات والاشجار النادرة المتواجدة في حديقة الاسماك بالزمالك، لا يمكن، عمرنا ما هنعمل ده. بالعكس احنا بنعمل خطة للصيانة وتهذيب الاشجار في الحديقة بالاساليب العلمية على ارقى اسلوب علمي وصلت اليه البشرية. ليه؟ عشان أقدر أحافظ على هذه النباتات وهذه الأشجار، عشان أقدر طول الوقت محافظ على الشكل والهوية التراثية لهذه الحديقة، ومش عاوز أن هذه النباتات ولا هذه الحديقة ولا كل ما فيها يتعرض لأي شكل من أشكال الخطورة. طيب هل بيبقى في بعض الأشجار تبقى فروعها بتنمو بشكل غير منسق بشكل قد يشكل خطر؟ طبعا. طب بنعمل ايه؟ لا احنا بنعمل عملية التقليم والتهذيب بالطرق العلمية اللي تضمن ان الشجرة تفضل مستمرة في
في نموها وتفضل شجرة معمرة باقية معانا تشهدها أجيال قادمة بعدنا وما إلى ذلك، تفضل هذه الحديقة معلم جميل موجود في قلب القاهرة، موجود في قلب الزمالك، يا الناس تفضل تروح جنينة الأسماك وتتفسح وتتبسط، نفضل دايما فخورين بأن احنا عندنا أشجار عمرها أكتر من 150 سنة، هيجي في وقت تبقى عمرها 200 ويبقى عمرها 300 كمان. دي طريقة الشغل اللي بتعملها الوزارة. طيب خليني هنا أستطلع المزيد من الحقائق من دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وتحياتي للجميع. تحياتنا ليك، معلش هنتعبك كما جرت العادة دايما بنقول والله يا جماعة ما حصل، بس ولاد الايه بتوع الشائعات يعني دول مش هيسيبونا في حالنا. لخص الموضوع كله ان دي فعلا شائعه ليس لها اساس من الصحه، والحقيقه ان وزاره الزراعه حريصه على كل الحدائق التراثيه وما تحويه من اثار وما تحويه من اشجار تعتبر في عداد الاثار، فالاشجار دي قيمه كبيره جدا، واحنا يعني كوزاره الزراعه يعني طبعا في متابعه يمكن يعني يوميه من معالي الوزير يومية لكل الحدائق التراثية، وإحنا حريصين على هذا الغطاء الشجري المميز سواء لحديقة الأسماك أو لحديقة الحيوان. طبعا دي يعني قيمة كبيرة جدا، فأنا بأكد لحضرتك أن فعلا إحنا بنصون هذه الأشجار، صيانة الأشجار دي، الأشجار دي المفروض أنها ما تعلاش ارتفاعات كبيرة جدا. بيجي وقت العواصف، إحنا داخلين على عواصف وداخلين على موسم عواصف، ده بيجي بيشيل الشجره من جذرها تماما، فبنفقد الشجره تماما لو 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 الارتفاعات دي عاليه. فاحنا بنهذب الاشجار، بن عمليه صيانه لها عشان تقدر تعدي موجه العواصف وما تحويه من خطوره، سواء لفقد هذا الغطاء الشجري المميز او خطوره على المواطنين او الممتلكات، سواء عربيات واقفه او ركنه او حاجه كده، او بني ادمين معديين طبعا، وبتتم على اساس علمي زي ما سيادتك وضحت. ومدير الحديقه انا بطمن الناس هو راجل متخصص ومهندس زراعي متخصص، فيعني ما فيش اي شائعه من هذا الكلام، يعني اساس ليس له اي اساس من الصحه. انا باكد ان وزاره الزراعه العريقه حريصه على كل المساحات الخضراء داخل هذه الاشجار، داخل هذه الحدائق التراثيه. هي اسمها وزاره الزراعه اصلها يعني، مش اسمها وزاره يلا بينا نقطع الشجر. أنا مش عارف هم عايزين مننا إيه، والله العظيم حاجة متعبة جدا يا دكتور. والحقيقة إن في تكرار للشائعة طول الوقت، في وقت بسيط جدا، يعني في خلال أسبوعين تقريبا في تكرار لنفس الشائعة. صحيح صحيح، لسه كنت بقول كده. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة. المرة الجاية بقى حضرتك هتاخدنا في جولة للحدائق بتاعت اللي في القاهرة على الأقل، يعني نروح بقى حديقة الحيوانات، نروح حديقة الأسماك، نروح حديقة الأرمان، وأنا عارف إنه الحدائق في بعضها زي حديقة الحيوان بالجيزة بيتعمل فيها تطوير، فممكن نبقى نعدي على الأسماك مبدئيا إلى أن ينتهي التطوير في حديقة الحيوانات بالجيزة بأمر الله على خير، وهتبقى أجمل وأبهى مما كانت عليه كمان. كل الشكر لك يا دكتور محمد، دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. طيب تعالى أخدك بقى ونروح على كلية جديدة. يعني إيه كلية جديدة؟ يعني تخصص جديد، كلية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف. عايز تعرف أكتر؟ يبقى نروح نشوف. جامعة يمكن أول الجامعات اللي أنشأت وحدة لذوي الإعاقة، وحدة خدمية، ودي حاجة مهمة جدا للطلاب ذوي الهمم اللي موجودين وبيدرسوا في الجامعة في الأندر أو البوس. بتقدم لهم دعم معنوي، وبتقدم لهم دعم تكافلي في كل الاتجاهات، وبتهتم بيهم وتراعي مصالحهم أثناء الدراسة. وأصدرنا تعليمات أي منشأ جديد ينشأ في جامعة بني سويف يبقى ماشي مع كود الإعاقة، ويحترم كل المواصفات اللي تخدم ذوي الإعاقة. كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة أول كلية على مستوى الشرق الأوسط، فيها العديد من الأقسام تم استحداثها برعاية وعناية معالي الوزير الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بها 7 أقسام، قسم اضطرابات
اللغة والتخاطب. قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بيهتم بتأهيل وتشخيص اضطرابات النطق والكلام والصوت واللغة سواء للعاديين أو ذوي الإعاقات المختلفة. قسم الإعاقة العقلية بكل بساطة هو أهم، يعتبر من أهم الأقسام، علشان خاطر هو المسؤول عن كل حاجة في العقل. العقل لو اتأخر فكل حاجة في الجسم هتتأخر، نطق وحركة واستيعاب وكل حاجة. فبصراحة أنا بالنسبة لي اخترته عشان هو يعني هو المسؤول عن العقل. لو العقل اتأخر فأنا هقدر أتحكم في كل حاجة بعد كده. لو أنا بعد كده أهلته أو نميته هقدر أنمي أي حاجة بعد كده إن شاء الله. يعني يكون صعوبات التعلم بيهدف إلى خريج إعداد أخصائي ومعلم للتعامل مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم، سواء كان في مدارس التربية والتعليم، سواء كان في مدارس الدمج، سواء كان في المراكز المتخصصة. وبيلاقي كتير شكوى من أولياء الأمور بأن ابنهم بيبقى كويس جدا جدا، ولكن في التحصيل الدراسي مستواه منخفض أقل من أقرانه. الولد نسبة ذكائه بتبقى مميزة جدا وقدراته كويسة جدا، لكن في الواقع عما نيجي نشوف مستوى التحصيل بتاعه بيكون أقل من أقرانه. وده في ده يرجع لأهمية القسم طبعا وأهدافه. القسم التخاطب بيخدم جميع الأقسام، لأن هو كلما زادت الإعاقة شدة الإعاقة كلما زاد اضطرابات اللغة والتخاطب عند الطفل. بيستخدم بيخدم جميع الشعب، بيخدم جميع الإعاقات، مثلا زي الإعاقة السمعية. لو هو عنده طفل زراعة قوقعة بياخد بعد أخصائي السمعي لما بيشتغل معه، بعدين بناخد 6 شهور تأهيل على اللغة والكلام. الطفل الدوي أو العقلي والتوحد قسم التخاطب بيخدم جميع الإعاقات علشان خاطر هو الأساس بتاع اللغة. قسم التوحد الطالب بيبدأ يتخصص فيه من أول الفرقة التانية، وبيبدأ الطالب يدرس مجموعة من المقررات في عدة مجالات متعلقة بالتوحد زي التكامل الحسي أو العلاج الوظيفي أو التكنولوجيا. وفي ضوءها القسم بيحاول يكون على استعداد ان هو يعد الخريج ده ليكون مؤهل للتعامل مع فئة اضطراب التوحد في ضوء عدة المجالات اللي احنا ذكرناها، بالإضافة كمان لتأهيله على قدرته على تشخيص اضطراب التوحد في ضوء المقاييس المعدة من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر. احنا طبعا بندرس في القسم جميع طرق التشخيص اللي بنشخص بيها المواهب واللي بنعرف نكتشفها، سواء كان باستخدام مقاييس متنوعة. كمان بندرس ازاي نعرف ان احنا نوفر لهم كافة السبل والطرق ان احنا نقدر ننميهم ونظهر موهبتهم للعالم. في جملة دايما بقولها: لتشرق شمس مواهبنا الى العالم ونخبرهم باننا موجودين. اهلا 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 وسهلا بكم، وخلونا نستكمل حديثنا عن جهود الانقاذ المتواصله في ليبيا بعد يعني هذه الكارثه الانسانيه. معانا عبر زوم السيد فتحي المريامي، المستشار الاعلامي لمجلس النواب الليبي. اهلا بك سيد فتحي. مرحبا، اهلا وسهلا بك سيدي. اهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات متتبعي قناتكم المؤقرة. اهلا وسهلا بك. الله يخليك سيد فتحي. اولا يعني طمنا على الاحوال عندكم في ليبيا، ثم يعني مهم عندنا ان احنا نعرف على او يعني مواصلة جهود الانقاذ، ونعلم انه ايضا القوات المسلحة المصرية بالفعل وصلت بالفرق بتاعتها الى الاراضي الليبية. نعم طبعا، هو الكارثة يعني كون مساويها والحزن حولها ولكن لا زال قائما حقيقة، لأنها فاجعة كبيرة وكارثة كبيرة جدا حدثت يعني في ليبيا في عدة مناطق، منها مدينة المرج، الوسيطة، تاكنس، المخيلي، سوسة، عمر المختار، القبة. هذه المناطق كلها حقيقة تضررت، ولكن ليست بنفس الضرر اللي تضررت منه مدينة درنة. مدينة درنة كان الفارق بذلك هو انهيار السد الذي حدث، أدى إلى يعني وقوع يعني الكثير من الضحايا، تجاوز 7-8 آلاف حتى هذه اللحظة من تم انتشارهم، سواء من الجهود الليبية أو الدول الأخرى التي تساعدنا الآن في ذلك. لأن يعني حقيقة الأمر لازالت المأساة واقعة ولازال الانتشار قائم. تصور يعني حتى الذين تحت الركام، ركام المباني، لم يتم انتشارهم حتى هذه اللحظة. بالنسبة لجمهورية مصر العربية حقيقة يعني قامت يعني منذ الساعات الأولى بما يجب القيام به، وهو باعثه يعني بشكل عاجل
طائرات الهوليكوبتر ورجال الأنقاذ ساهموا وساعدوا القوات المسلحة الليبية وكذلك الهلال الأحمر والجهات التي تقوم بعملية الانتشار. وهناك يعني سيكون جسر جوي أو بدأ هو جسر جوي ما بين مصر وليبيا حول المساعدات وتقديم ما يجب القيام به. كذلك هناك خط بحري، كل ذلك يعني قامت به مصر العربية مشكورة يعني مشكور لا شكر على واجب، لا شكر على واجب. وكذلك الحكومة والشعب المصري، وهو طبعا عبر الطريق يعني راح الطريق ليبيا كلها. مصر دائما مع ليبيا وسباقة في إنقاذ من كثير من الكوارث والمشاكل يعني. على أي حال هناك يعني حتى دول أخرى يعني حقيقة ساهمت وبدأت مساعدات تصل ليبيا، منها الإمارات، منها الأردن، منها الجزائر، تونس، أسبانيا، تركيا، عديد الدول حقيقة يعني. إيطاليا أيضا بعثت فريق فني يدرس في عملية كيف تساهم في عملية الإنقاذ، ولديها طائرتان لم تحط في مطار الأبرق، ستحط يعني منكم بعد قليل، معها يعني فرق إنقاذ. كذلك هناك باخرة تحركت من إيطاليا صوب الشاطئ مدينة درنة لتقدم المساعدة اللازمة هي كذلك. لم يقصر أحد حقيقة سواء داخل ليبيا أو خارجها، الجميع يعني ساهم وشارك في هذه العملية والتي لا زالت يعني تحتاج إلى بذل الجهد الكبير بشكل يعني تقدر تقول حرفي يعني بالدرجة الأولى. يعني لا بد من الناس حرفية في عملية الإنقاذ ونوع المعدات والأشياء التي تساعد، لأن حتى هذه اللحظة من هم موجودين تحت الركام لم يتم يعني انتشارهم حتى هذه اللحظة. تحتاج إلى معدات معينة ترفع هذا الركام من أجل انتشال هذه الجثث. هذا هو الأمر يعني حتى هذه اللحظة. الحقيقة أنه أيضا يعني أتمنى يكون وصلكم أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحريك حاملة الطائرات المصرية مسترال إلى السواحل الليبية كي تعمل كمستشفى ميداني متكامل لإغاثة أهالينا في ليبيا، ودون تحميل أيضا أهالينا في ليبيا أي أعباء. يعني ربنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأزمة تمر بقدر الاستطاعة على خير إن شاء الله رب العالمين. طبعا فعلا أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماتي لوصول هذا اللي يعتبر مستشفى ميداني، هو الدرجة الأولى يساهم في عملية معالجة يعني الجرحى والمتضررين من هذا الانهيار المائي الكبير وغير ذلك. يعني مصر أهوية قدمت يعني برنامج كبير جدا في هذا الأمر، يعني رجال إنقاذ، مستشفى ميداني، مواد غذائية، أدوية، أطباء، كل ذلك يعني جاء مصر، والذي لم يصل راح يصل يعني في غضون 24 ساعة إن شاء الله. نحن لازلنا مستمرين في هذه القضية. هذا الأمر يحتاج منا إلى 7 إلى 8 إلى 10 أيام، ونحن ننتشر في هذه الجثث ونقوم بالإسعافات اللازمة وإيواء الناس اللي فقدوا البيوت والأشياء كلها. يعني لازلنا قايمين بها ونحتاج للمساعدة، ومصر كانت سباقة في ذلك ونزالت معنا وكذلك بعض الدول الشقيقة والصديقة. ده واجب مصر تجاه إخواتها الليبيين. طب يعني سيد فتحي، هل تم إجراء حصر لأعداد الوفيات، أعداد المفقودين، أعداد المصابين؟ هو بالنسبة للوفيات يعني أو الضحايا نقدر نقول العدد يتغير يعني في ازدياد. يعني كنا نقول 2000 ومن ثم وصلنا 5 وكسر، والآن وصلين بشكل رسمي 7 وكسر، رغم أن يعني فيه تسريبات يعني ممكن العدد أكبر من ذلك ولكن لم يأتي بشكل رسمي. كذلك المفقودين في ازدياد، يعني الناس لما تفقد أحد لها تضطر تجي تبلغ الفلان غير موجود أو العائلة الفلانية أو فيزيد العدد، ففي ازدياد ما فيش رقم ثابت حتى الآن لا في الضحايا ولا في المفقودين. فكل يوم في إحصائية جديدة، كل 24 ساعة في رقم يوضع. نحن آخر رقم عندنا كان 7200 ضحية تم انتشارها، وكذلك 8000 وحوالي 400 أو 300 تقريبا هذه سجلت كمفقودين، ولكن كما قلت لك كل 24 ساعة العدد يزيد.
يعني يمكن مع الثانية عشر هذا المساء سيقدم تقرير لآخر إحصائية لليوم وغدا كذلك وبعده، فالأمور في ازدياد يعني، لأن الضحايا يعني عددهم كبير جدا وأكثر مما تتصور حقيقة يعني، للأسف والمدينة يعني أزيلت يعني للأسف بالكامل، بكل ألم حتى بكل هو ألم. موجود من دارنا الآن يعتبر حديث العهد من عام طبعا 70 وتعالى إلى 2023، أما المدينة الأصلية هي التي أزيلت من جراء هذا الانهيار الذي حدث بهذه المدينة. لا، ربنا بإذن الله يستر يعني البقية في حياتكم والبقاء لله سبحانه وتعالى، وربنا يصبر كل الأهالي يعني، سواء إذا كانوا أهالي من يعني توفاهم الله أو من فقدوا حتى هذه اللحظة. وبنتمنى بالتأكيد الشفاء العاجل لكل المصابين، ربنا يجنب ليبيا كل الشرور وكل الأضرار، ونتمنى أنها تبقى آخر الأزمات. ثقوا دائما أن مصر تقف بجانب ليبيا لأنه بلد واحد وشعب واحد. أنا أشكرك جدا 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 سيد فتحي المريامي، وقلوبنا معاكم دولة وشعب. شكرا جدا ليك سيد فتحي المريامي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي. طيب والله الواحد مش عارف يقول إيه، ربنا يستر ربنا يستر. بصوا، في بقى بعيدا عن الموضوع الليبي، أنا من الناس اللي بتحب اللغة العربية جدا جدا، وبشوفها واحدة من أجمل وأبدع وأقوى اللغات من حيث بلاغتها ومن حيث تعدد مترادفاتها وألفاظها وثرائها اللغوي بالمناسبة. واللغة العربية فعلا لغة موسيقية جدا وجميلة جدا وبليغة جدا، وأحب دايما إنه نبقى ندافع عن لغتنا العربية. خد بالك إنه اللغة العربية هي لغة حية لأنها متجددة طول الوقت، وتضاف ليها دائما الكثير من الكلمات، المصطلحات، المترادفات وهكذا. وكنت وأنا صغير ويمكن لحد دلوقتي أتابع بعض الحلقات إن وجدت اللي كان يعملها الله يرحمه يا رب الأستاذ فاروق شوشة، وهو واحد من أهم كتابنا وأدبائنا وشعرائنا ومن أكبر مدافعين عن اللغة العربية، كان اسمه لغتنا الجميلة. فلقينا جدل كبير جدا حاصل بعد أن أدرج مجمع اللغة العربية كلمة ما بين مزدوجين وقوسين ثقيلين ترند، لتصبح جزء من اللغة ومتضمنة في معجم الألفاظ والمعاني. السؤال بقى، هل ده سليم ولا ده غير سليم؟ يعني كلمة ترند تساوي رائج، ده كده في اللغة العربية، ويصححني في ذلك جدا دكتور محمد العبد عضو مجمع اللغة العربية وعضو لجنة الألفاظ والأساليب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ، أهلا بحضرتك يا دكتور. مش هو ترند دي تترجم إلى رائج؟ طيب هو يعني اسمح لي أولا أن يعني أؤكد أنه ليس من الإنصاف بأي حال من الأحوال اختزال مجمع اللغة العربية في كلمة أو في عدة كلمات. طبعا مجمع اللغة العربية مجمع عريق ولا يضم إلا العلماء الكبار المتخصصين في اللغة العربية، وهم دائما في خدمة هذه اللغة، ولا أحد يستطيع إن هو يقول غير كده. وهم في الوقت نفسه يرحبون ب يعني المشاركة المجتمعية في الشأن اللغوي، ويرحبون دائما بكل المقترحات الجديرة بالنظر والبناءة. كما ذكرت حضرتك دلوقتي كلمة ترند يعني لها أكثر من مقابل في اللغة العربية من الناحية اللغوية البحتة، يعني متداول ورائج ومتصدر وذاعة وحديث الساعة، وهذه كلها اقتراحات
يعني رأيناها في الآونة الأخيرة، وكان الناس يقصدون بها أن تكون هي المقابل العربي لكلمة ترند، بدل من أن ندخل هذه الكلمة الأجنبية إلى اللغة العربية. عظيم. المسألة دائما بالنسبة للمجمع مسألة منهجية في المقام الأول، بمعنى أن لجنة الألفاظ والأساليب نظرت إلى هذه الكلمات المقترحة يعني على أنها المكافئ العربي لكلمة ترند، فوجدت أن كلمة متداول أو رائج أو حديث الساعة أو غير ذلك من المقترحات كلها كلمات مشغولة. مشغولة بمعنى أن كل كلمة من هذه الكلمات لا تدل بالضرورة على ما تدل عليه كلمة ترند في الإنجليزية، وعلى استعمال هذه الكلمة يعني في منصات التواصل الآن. الترند يكون رائجا نعم، لكنه يكون رائجا لأسباب معينة وفي فترة يعني زمنية معينة، وما هو رائج الآن يختفي بعد قليل أو بعد كثير. هذه المقابلات الكثيرة التي اقترحها الناس على أنها المكافئ العربي لكلمة ترند، هذه الاقتراحات جميعا وهي جميعا مختلفة، دليل يعني قاطع على أن الأمر مع كلمة ترند يعني وإيجاد مقابل دقيق ومناسب لهذه الكلمة ليس بالأمر السهل. لو كان الأمر سهلا لوجدنا يعني مكافئا أو اثنين على الأكثر، لكن تعدد هذه المكافئات هو مؤشر يعني على صعوبة إيجاد مكافئ عربي دقيق ومناسب لهذه الكلمة. اللجنة في هذه الحال لها أن تدخل اللفظ إلى اللغة العربية عن طريق التعريب. أنا في رأيي الشخصي وأنا عضو في هذه اللجنة وعضو في المجمع، أن الأمر بالنسبة لكلمة ترند ليس لأنها عربت بقدر ما يعني كون هذه الكلمة من الكلمات المشهورة والمتداولة جداً، بدليل أن المجمع يعني عرب كلمات كثيرة قبل ذلك. أذكر لك الآن أمثلة سريعا، مثل كلمة أجندة وكلمة أرشفة وكلمة أولمبياد، ونقول مثلا صوت أوبرالي إلى آخر هذه الكلمات التي عربت ولم تثر يعني مثل هذه الضجة المبالغ فيها التي رأيناها مع كلمة ترند. أنا يعني من ناحية أخرى أقرأ هذه الاقتراحات على أنها نوع من الغيرة على اللغة العربية، لكنني أقول في الوقت نفسه إن أعضاء مجمع اللغة العربية ليسوا بأقل غيرة من هؤلاء الأصدقاء والأحباب الذين اجتهدوا في اقتراح مكافئ عربي لهذه الكلمة. لكنني أؤكد في النهاية أن يعني هذا البحث عن كلمة ترند هو في النهاية اقتراح، هو اقتراح اقترحه أحد أعضاء هذه اللجنة، والمجمع حينما يعني يصدر قرارا لابد لهذا القرار من تمحيص من اللجنة ومن مجلس المجمع ومن مؤتمر المجمع. هذه مراحل ثلاث يمر بها إقرار أي لفظ من الألفاظ. ما زال هذا اللفظ يعني تحت البحث والتداول، ويمكن إن شاء الله للأعضاء وهم يعني الأقدر على هذا أن يتمكنوا من إيجاد المقابل العربي بإذن الله. طيب دكتور محمد، يمكن يكون في رأيين لو صح التعبير، البعض يرى أنه ده قد يكون اجتراء على اللغة، وقد يرى البعض الآخر أن هذا إثراء للغة، وبالتالي يفتنا في ذلك دكتور محمد يعني في مسألة حدود الاقتباس من لغات أخرى، حتى القرآن الكريم نفسه في بعض الكلمات هي أعجمية ألفاظ. ده صحيح. هو اللغة في المقام الأول يا أستاذ يوسف كما تعلم، اللغة في المقام الأول الذوق. أيوه. ذوق، الذوق اللغوي هذا يعني له شأن كبير في قبول الكلمة أو عدم قبولها. يعني أذكر لك مثلا كلمة مرناه، هذه الكلمة من الناحية اللغوية كلمة جميلة، كلمة مرناه والبنية اللغوية لها كلمة جميلة. اقترحت كلمة مرناه ذات يوم لتكون مقابلة لكلمة تلفزيون. هل يستخدم أحد من الناس الآن كلمة مرناه هذه؟ لا.
الناس يعني يقولون تلفزيون ويقولون حديث متلفز ويقولون التلفزة ويقولون التلفاز. العبرة ليس في يعني أو العبرة ليست فقط بأن نوجد مقابلا عربيا. ما أكثر الكلمات التي اقترحت وكانت عربية فصيحة، لكن هذه الكلمات يعني لم تكتب لها الحياة، على عكس كلمة راديو ومذياع على سبيل المثال بالضبط. هذا هو الذي يقصده بكلمة ذوق. الذوق اللغوي لم يجد في كلمة مرناه ما يعني يكون به كلمة تلفزيون المقابلة لمرناه مقبولا، فيعني راحوا إلى الكلمة الأجنبية. وهذا لا يعني أن المجمع يعني يجد يعني في إدخال هذه الكلمات الأجنبية إلى اللغة العربية شيئا يعني مستحسنا أبدا. الأعضاء يبذلون جهدا كبيرا حتى يحصلوا على المقابل المناسب. وأنا أذكر لك الآن أن هذه اللجنة، لجنة الألفاظ والأساليب، من اللجان النشيطة جدا. هي تقوم تقريبا يعني بدور مرصد لغوي كامل لاستعمال اللغة العربية في العصر الحديث. أنا بالأرقام أقول لك أن لجنة الألفاظ والأساليب بهذا المجمع العريق حتى الآن أنجزت 1146 بحثا، كل بحث يتناول إما لفظ أو أسلوبا أو تعبيرا أو تركيبا. 1146 في 6 مجلدات فيما يقرب من 4000 صفحة. هذا جهد ضخم تقوم به هذه اللجنة. فأنا يعني مطمئن إلى قدرة المجمع بأعضائه وعلمائه الكبار إن شاء الله أن يوجدوا مقابلا يعني مقبولا يخضع لمنهجية هذه اللجنة، ويكون من حيث الذوق اللغوي مقبولا أيضا إن شاء الله بإذن الله. طب دكتور محمد، أثقل على حضرتك، معلش أنا آسف، بسؤال قد يكون الأخير، وهو أنه هل بتختلف أحيانا الأمور عندما يتعلق اللفظ أو الكلمة باختراع جديد أو ابتكار، بما أنه حضرتك ذكرت التلفزيون أو المقابل الآخر لمرناه في اللغة العربية، لكن عندما يتعلق الأمر بتوصيف زي ما كنا بنتكلم في الحديث بتاعنا الأصلي ما بين كلمة ترند وكلمة رائج، أنه هذا وصف وليس ابتكارا وليس اختراعا جديد، وكان لدينا كلمة رائج، كلمة موجودة ورائجة ومستخدمة، إلى أنه الأجيال الجديدة هي اللي أصرت على استخدام كلمة ترند. مظبوط. بتختلف الأمور في الصناعة المعجمية يا أستاذ يوسف، في مفهوم اسمه الفجوات المعجمية. الفجوات المعجمية بمعنى أن كل لغة فيها مساحة شاجرة، هذه المساحة يعني ليس فيها اللفظ أو الألفاظ المناسبة لأن تطلق على المسمى، لأن المسمى نفسه غير معروف أو لم يعرف في هذه اللغة. إحنا يعني في بعض الأحيان تكون هناك يعني كلمات جديدة من اللغة من اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، لكن اللغة العربية بمعجمها يساعدنا على أن نوجد يعني مكافئا مناسبا. لماذا؟ لأن في هذه المنطقة لا توجد هذه الفجوة المعجمية. يعني في اللغة العربية كلمة أو أكثر تكون مناسبة لتطلق ولتكون المكافئ المناسب لهذا الشيء الجديد، لكن في بعض الأحيان تكون هناك يعني مبتكرات جديدة أو أجهزة جديدة أو يعني ألوان جديدة من الثقافة، وتكون هذه المنطقة بالنسبة للغة العربية شاغرة، يعني فيها فجوة معجمية. في هذه الحال نجتهد يعني لأن نوجد لفظا عربيا مناسبا. إذا لم نجد هذا المكافئ لا بأس على الإطلاق من أن يدخل هذا اللفظ بلفظه إلى اللغة العربية. الكلاسيكية والرومانسية ومثل هذه الكلمات كلها ألفاظ لاتينية، والتكنولوجيا والتقنيات، هذه كلمات يعني دخلت وعربت يعني في اللغة العربية لأن هذه المنطقة ما زالت شاغرة، منطقة العلم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاختراعات الحديثة ما زالت شاغرة.
لا يملك المجمع في هذه الحال إلا أن يجتهد، إن وجد مقابلا أو مكافئا مناسبا يعني يقترح هذا المكافئ، إذا لم يعني يوجد مثل هذا المكافئ المناسب ليست هناك مشكلة على الإطلاق في أن تستقبل اللغة العربية هذا اللفظ بلفظه، يعني يعرب هذا اللفظ. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد العبد، عضو مجمع اللغة العربية وعضو لجنة الألفاظ والأساليب. أنا مش هقول لكم رأيي في الموضوع، بس كل اللي أقدر أقوله لك حقيقة، يعني هو اللغة العربية في أساسها ما كانش في حاجة اسمها اللغة العربية، هو في خليط من مجموعة من اللغات اللي كانت موجودة. خلي بالك، هو أول من نطق العربية مين؟ سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا. فأنت عندك مجموعة من اللغات اللي تعلمها سيدنا إسماعيل فخرجت اللغة العربية. وبالمناسبة لو بحثت ودققت كويس عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هتجد أن اللغة العربية نفسها بتحمل أكتر من 20,000 مفردة أساسها من الكتابات واللغات والمنطوقات المصرية القديمة. اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى اللي كان بيكتب بيها عمرو بن كلثوم يعني في المعلقات مثلا، ده على سبيل المثال. وسوف تجد بقى ألفاظ فارسية أعجمية، زي ما حتى على رأي زميلي وصديقي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس رئيس التحرير قال لك كلمة استبرق الموجودة في القرآن الكريم هي لغة أصلا أعجمية، هي لفظ فارسي بالمناسبة يعني. بس اللي عايز أرجعك ليه هو أنه اللغات جزء كبير جدا من حيويتها وبقائها هي أنها تفضل حية، يعني هي فكرة مرونة استقبالها لما يحدث في العالم. تيجي تقول لي يعني انت مع ترند ولا مش مع ترند، اقول لك والله الموضوع الحقيقه يعني سهل ان انا اقول لك راي ما فيبقى ترند، وانا مش من عشاق الترندات. فاصل ونكمل الكلام. لا شيء اكثر فتكا من الكوارث الطبيعيه، تضرب على حين غرة وتضع الآمال والابتسامات ودفء الأسر في مهب الريح، أو تحت مياه الفيضان، أو في مجرى سيل عارم يقذف في طريقه الحجر والبشر. مات آلاف البشر هذا الأسبوع عندما اهتزت أرض المغرب وحين علت موجات البحر في درنة فابتلعت نصف المدينة، لكن صفحات التاريخ كانت تتشح بضحايا سابقين. ففي عام 1931 شهدت الصين أكبر كارثة في تاريخها مع فيضانات وسط الصين التي قتلت نحو 2 مليون شخص. وفي عام 1887 تسبب المطر الغزير في زيادة منسوب المياه بنهر هوانغهو المعروف باسم النهر الأصفر، ففقد نحو 900,000 إلى 1 مليون شخص حياتهم. وكانت للأعاصير كلمتها، فتسبب إعصار بولا عام 1970 في قتل ما يقرب من 300,000 إلى 500,000 شخص في بنغلاديش بعد أن وصلت سرعة رياحه إلى 130 ميلا في الساعة. قبل الإعصار بقليل نشأت عاصفة ارتفاعها 35 قدماً ضربت الجزر في خليج البنغال وتسببت في حدوث فيضان كبير. وفي عام 2004 هاجم إندونيسيا زلزال بقوة 9 ريختر في مدينة سومطرة أسفر عن مقتل 227,899 شخصاً، ونتج عنه سلسلة من موجات تسونامي كبيرة يتراوح ارتفاعها من 15 إلى 30 مترا، ما حول المدينة الهادئة إلى أطلال تغطيها سحب الموت. واعتمد المجتمع الدولي منذ عام 2015 ما يعرف باسم أهداف سندي لتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في تقييم الكوارث الطبيعية والحد منها، لكن أطرافاً عديدة شككت في قدرة العالم على الوفاء بالتزاماته لحماية الإنسانية في الموعد المحدد.
طيب اهلا بحضراتكم. يمكن اللي احنا شفناه ده وكانه خلفيه تاريخيه من تاريخ ليس بالبعيد، يعني في النهايه اللي حصل في الصين، اللي حصل في اندونيسيا، اللي حصل في بنجلاديش وهكذا. لكن احنا على حد علمي المتواضع ما كناش بنشوف الكلام ده عندنا في منطقتنا في الشرق الاوسط، جنوب البحر المتوسط، المنطقه العربيه، يعني سمي كيفما تسمى. يمكن اكبر حاجه حصلت انه زلزال 92 اللي كان عندنا هنا في مصر. يجي سؤال، هو المنطقه عندنا لا قدر الله دخلت في ما يمكن ان نطلق عليه احزمه الزلازل، احزمه الكوارث الطبيعيه، العناصير المدمره وما الى ذلك، اللي حصل في المغرب ثم اللي حصل في ليبيا، يخلينا نضع هذا التساؤل. وهنا خليني ارحب جدا بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الدكتور المهندس السيد صبري، استشاري المتغيرات المناخيه والتنميه المستدامه والمنسق الاسبق لاتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. يمكن هبدا بالسؤال اللي بيدور في ذهني وبيدور في ذهن ناس كتير. احنا المنطقة بتاعتنا لا قدر الله دخلت في اي من احزمة الكوارث الطبيعية؟ طبعا الكوارث الطبيعية انواع، منها الزلازل، وانا طبعا يعني لا ادعي ان انا خبير في الزلازل، ولكن طبعا طبقا للمعلومات اللي انا اعرفها المنطقة عندنا يعني في مناطق بنقول اللي هي بتبقى معرضة اكثر لحدوث الزلازل، اللي هي بتبقى الفوالق ما بين زي عندنا الفلق بتاع البحر الأحمر الممتد وأماكن مختلفة. وحصل عندنا زي زلزال أغادير وزلزال اللي حصل فيه، ولكن ما كانتش يعني بتيجي على فترات طويلة، ودي طبعا زي ما قلنا ديت بيبقى صعب جدا حتى الآن صعب التنبؤ بها، لأنها زي ما قلنا بتبقى يعني حركة ما بين الصفائح التكتونية، وسواء تصادمات بينها أفقي أو رأسي يعني، وده طبعا بيبقى له تأثير على المنطقة. والكوارث عموما التأثير الخطير بتاعها بيجي من إيه؟ مرتبط بالمكان اللي حصلت فيه، وبالذات لما نتكلم عن الزلازل المكان اللي حصلت فيه، هل مكان مزدحم السكان ولا مكان في صحراء؟ المكان ده بيبقى الآثار يعني البنايات اللي فيه يعني مبنية بناء مش مبني على أكواد مظبوطة، وبناء هش في أماكن قبل التصدع، كل ده بيزود التأثير. كل ما كان في استخدام لأكواد جيدة في البناء، وأيضا بعيدة يعني في أماكن ما تكونش مزدحم السكان، ففي الحالة دي التأثير طبعا بيكون أقل، فهو متفاوت على حسب الكلام ده. أما يخص في بالنسبة للزوائر الأخرى، أعاصير، كل ده بقى ده طبعا ده أساسا دي كانت بتحدث زمان، ولكن بتحدث بشدة أقل وعلى فترات طويلة جدا. الجديد أنه بسبب ما يسمى بالتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية سببها الرئيسي زيادة كمية الانبعاثات الناتجة من الأنشطة البشرية، خاصة في الطاقة، استخدام الطاقة وتوليدها والصناعة، وأيضا استخدام الأراضي. فالغلاف الأرضي، الغلاف الكرة الأرضية بقى يعني في كمية كبيرة جدا من الانبعاثات أكتر بكتير من الطاقة التي يستوعبها، وده يعني جعله أنه قادر على احتباس كمية كبيرة من الحرارة ناتجة طبعا عن سقوط أشعة الشمس على الأرض وانعكاسها. وده الاختزان لكمية الحرارة دي رفع في متوسط درجة حرارة الأرض، وايضا رفع طبعا بما فيها المياه واليابسه، بما معنى كده درجه الحراره بتاعت المياه السطحيه للبحار والمحيطات ارتفعت، وبالتالي بقى زادت كميات البخر وكميات السحب الممطره مع عدم اتزان حراري في الغلاف الجوي، فده ادى الى ما يسمى بالظواهر المناخيه المتطرفه او الجامحه اللي هي الاكستريم ويذر ايفنتس، على رأسها طبعا الموجات الحارة شديدة الحرارة، الموجات الباردة شديدة البرودة، اللي بتؤدي إلى عصير مدارية. وعصير عموما يطلق الإعصار بالذات على بيحصل في المحيطات، لأنه بيبدأ في المحيط ويبدأ يزداد، ثم لما يوصل إلى زي مثلا إعصار كاترين اللي حصل في فلوريدا وكده، لما بيوصل على الشواطئ بيكون له تأثير تدميري كبير جدا، لأنه ارتفاع الأمواج هنا بيبقى عالي جدا، ثم بعد كده لما بتقدم في اليابسة بيبدأ ينكسر الموجة بتاعته.
اللي بيبقى في البحار يعني زي البحر الابيض المتوسط وبحيره شبه بحيره يعني، فبيبقى احنا بنسميه اعصار مجازا، لكن هو بيبقى عاصفه قويه جدا. وهذه العاصفه ممكن تبقى من قوتها وتاثيرها بتبقى يعني تقترب من الاعصار على المكان اللي هتيجي فيه، زي ما احنا سمعنا مثلا حصل على يعني شمال السواحل ليبيا الشقيقه وعلى درنا، لان يعني الاعصار العاصفه دي بدات الاول على اليونان اليونان وتركيا وبالذات شرق اليونان، عملت فيضانات وسيول وغرقت الدنيا هناك وعملت فيه خسائر كتير وضحايا، ثم بدات بردك تنتقل وتزيد وعدت على البحر الابيض المتوسط ودخلت على ليبيا. وزود القصه دي كمان، هي المفروض لما بتيجي على السواحل الليبيه بتبدا تنكسر وتخف، لكن اللي حصل ان جه كمان تيار بارد من البحر الابيض المتوسط زي ما الارصاد الجويه قالت، فده زود بعد ما كانت هتبدا تقل وتضمحل لا زودها اكتر، وبدا يبقى التاثير بتاعها كبير. اللي بيفاقم المشكله زي ما قلنا في الاول انه المكان اللي بتيجي فيه، اذا كان هذا المكان مثلا عمل فيضان كبير، لو كان في مباني هشه او مباني مش مبنيه جيده وفي الوديان بتاعت الاوديه هنا تبقى الطامه الكبرى طبعا. يزيد الطين بالة كمان لو كانت هناك سدود زي السدين اللي انهاروا دول السدود دي طبعا كميه كبيره جدا من المياه هتاخد قدامها كل اللي موجود، خاصة كل اللي في الأودية دول مش هيلحقوا يعملوا حاجة. ما ومع وجود زي ما سمعنا إن السلطات الليبية في نظم إنذار بالذات للظواهر الجوية، في نظم إنذار مبكر وممكن يبقى الإنذار قبلها بفترة مش زي الزلازل. الزلازل حتى الآن لم يتم الوصول إلى أنظمة إنذار مبكر ناجعة. صحيح. حاليا بيدوروا على استخدام الموجات الصوتية بطريقة وبأخرى، يعني اللي هي احتكاكات الصفائح التكتونية دي، لكن لسه لم يتم الوصول لك. أما بالنسبة طبعا احنا عندنا نشرات الأرصاد الجوية بتبقى شايفة كل العالم في تنبؤ ممكن لأسبوع وتنبؤ لفترة أطول وتنبؤ لثلاث أيام بدقة عالية وهكذا، فأنت ممكن تبقى عارف من أثار من أول مكان في اليونان بدأ يتقدم في اتجاه ليبيا، فبدأ يبقى في نوع من التحذير للناس اللي موجودين وخاصة اللي موجودين في درنا. والزام سمعنا اللواء المسماري قال يعني ان بدأوا يبعثوا فرق من القوات المسلحة عشان تحذر الناس الساكنين في هذه الأماكن وانهم يسيبوا الأماكن ديت ويروحوا لأماكن آمنة، لكن يعني الناس ما كانوش عشان ما حصلش قبل كده من زمان وما كانش متوقع ان انهيار السدين دول اللي فيهم كميات كبيرة جدا من المياه، فما استجابوش بالقدر الكافي طبعا ده قلة الوعي، ولأن المكان أماكن البنين برضك الأماكن فيها مش مظبوطة، فده اللي حصل إنه أدى إلى خسائر كبيرة. فدائما الخسائر من الكوارث الطبيعية خاصة العواصف والأعاصير والأعاصير الرملية بتكون اللي بتقع عليه هذه الكوارث، هل مدى الجهوزية والاستعداد بتاعه للتعامل مع هذه الكوارث، هل هو عنده استعداد كافي وعنده تدريب وعنده وفرق الإنقاذ ومدربين وفي تنسيق جيد ما بين الأجهزة المختلفة، ولا ما عندوش الكلام ده أو عنده تدريب نظري وخلاص. فساعة الجد بتبقى المشكلة دي هو اللي بيبان فعلا مدى قدرة هذه الدولة على التصدي وتقليل الخسائر بقدر الإمكان، ثم بتيجي مرحلة بعد كده الريكفري أو إزاي يستعيد بسرعة الوضع السابق، ودي بتختلف من دول متقدمة على حسب قدراتها على دول نامية. طب أنا هستأذنك يا دكتور بعد إذن حضرتك هطلع لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل، يمكن محتاج أن أنا أفهم يعني حتى كمان من واقع ما قمت به من مهمة في السابق مع الأمم المتحدة كمنسق لاتفاقية الأمم المتحدة لمتغيرات المناخية، هل ده معنى أن احنا نتوقع بشكل عام المجتمع الإنساني وكمان في منطقتنا بالأخص المزيد من مثل هذه العواصف أو الأعاصير أو العواصف الشديدة؟ يعني أنا حتى كنت بقعد أتساءل وما إحنا ما كناش بنسمع على دانيال ده قبل كده، يعني عمليا كان الظاهر بيه بس مش بهذه الشدة، هل هتوقع تزايد
ده سؤال خلونا نجاوب عليه ولكن بعد الفاصل. خلوني بعد إذن حضراتكم نجدد الترحيب بالدكتور المهندس السيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وكنت بتساءل باللي احنا بنشوفه ده وبكل ما نقرأه ونسمعه عن المتغيرات المناخية يبدو أنها تأتي لنا بشكل شرس، هل هتتطور لما هو أكثر شراسة؟ الحقيقة كل التوقعات السيناريوهات بتاعت التوقعات المستقبلية وطبقا لما يحدث حاليا التوقع الأسوأ هو القادم. الأسوأ هو القادم. ليه؟ لأن يعني العلم بيقول أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ودي هيئة من العلماء على مستوى العالم جميع الدول وهي الذراع العلمي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ هي اللي بتقول الرأي العلمي اللي يجب أن يتبع. الحقيقة هذا الرأي لا يتبع، بمعنى أنه مثلا هي قالت أن في الغلاف الجوي كمية من الانبعاثات تتعدى 45 جيجا طن وده أكتر بكتير من الطاقة التي استوعبها المناخ الكرة الأرضية وده فيه خطورة شديدة وكل السيناريوهات بتقول اللي ممكن درجات الحرارة لو ارتفعت عن عدة درجتين كل ما تزيد حاليا في الحدود 1.1-1.2 واتفاقية باريس قالك يجب ألا تزيد عن 1.5 وفي أسوأ الأحوال عن 2 وده الهدف الرئيسي وده معناه أنك يبقى لازم تخفض الانبعاثات بنسبة معينة. هذا ما لم يحدث وبالتالي التوقع أنه مش هتبقى 2 تبقى 2.3 وممكن 4 وكل درجة من الدرجات دي بيناظرها على طول أحوال مناخية أسوأ أو يعني أثار تغيرات مناخية أسوأ بكثير سواء بقى من تذبذب أحزمة الأمطار كميا ومكانيا هيبقى في لخبطة جامدة جدا ارتفاع مستوى سطح البحار إلى مستويات غير مسبوقة ده طبعا كل الدول الجزرية والدول اللي لها شواطئ في فيها مناطق منخفضة يعني ممكن تغرق تأثير كبير جدا على الانتاجية الزراعية وعلى الموارد المائية وعلى الأمن الغذائي. فكل ده يعني مرتبط بالجهود اللي بتتم. الجهود الحالية اللي بتتم على مستوى العالم ليست كافية وده السبب اللي خلاهم في يعني دول الصناعية والدول المتقدمة قال لك الجهود اللي احنا بنعملها كدول صناعية لخفض المأسات مش كافية ولازم الكل يشارك. طيب ماشي طلعوا اتفاقية باريس او التحديث للاتفاقية الأصلية وخلوا الكل يشارك بطريقة بأخرى كل واحد على حسب اقتصاده وإمكانياته وطلعوا ما يسمى الـ NDC أو Nationally Determined Contributions أو المساهمات المحددة وطنيا يعني كل دولة تقول هتعمل إيه عشان يبقى في نوع من الالتزام. حتى الآن حتى الكلام ده ما تنفذش برغم أن يعني الدول حاولت الدول النامية بس عشان الدول النامية تساعد في التزامات على الدول المتقدمة الدول الصناعية طبعا. اللي هي خدت ومن التنمية الغير منضبطة اللي تمت في الفترات السابقة وقت عندها تمويل ومجتمعاتها تقدمت كان المفروض عليها التزامات من ناحية التمويل ودعم الدول النامية أو التمويل مش يدوله فلوس التمويل يساعده في نقل التكنولوجيا وفي عمل مشروعات للبنية التحتية وتطوير البنية التحتية عشان هذه المجتمعات تبقى خدت حقها من التنمية وفي نفس الوقت تبقى قادرة على أنها تتصدى لتغيرات مناخية لأن الموضوع مش فقط تخفيف الانبعاثات الموضوع الثاني التكيف من أثار تغير المناخ لأن ما يحدث حاليا هو نتاج انبعاثات من 20-30 انبعاثات دلوقتي اللي هي كتير هتدي الأسوأ زي ما عشان كده قلنا لأن اللي احنا بنراه دائما ده نتاج 20-30 سابقة وبما أن كده على طول بما أن الانبعاثات الحالية أكتر يبقى معنى كده القادم هو الأسوأ بالمنطق خلاص بعدها دي معروفة السيناريوهات كلها بتقول الكلام ده وما لم طبعا وده يعني ده رأيي الشخصي انه ما لم يتم تعاون كامل وصريح والتزامات على الدول الصناعية دي تكون تتم بالقدر الكافي والكامل والتصدي الحقيقي على مستوى العالم لكن هو الموجود حاليا هو نوع من يعني عدم الثقة ما بين الدول النامية والدول الصناعية والمتقدمة
انها لا تفي بالتزاماتها وانها عندها نوع من الانانيه تنظر لمصالحها بس. وزي ما يعني تم كنا بنتكلم حضرتك اللي تم صرفه على حرب اوكرانيا وروسيا وغيره من الحروب يعني هم يسارعوا لتمويل الحروب بدون اي تفكير. لا تمام. وغير ان الحروب دي ننمي الشعوب غير ان الحروب دي بتساهم بقدر كبير في الانبعاثات طبعا. عندك الاف الدبابات والمركبات والانفجارات اللي بتحصل دي كلها بتطلع انبعاثات. ف يعني موضوع التمويل ده ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة ده على رأس أجندة المفاوضات من أول ما اتفاقية عملت من أول كوب 1 اللي عمل في برلين سنة 95 حتى كوب 27 اللي اتعمل في شرم الشيخ. تستمر دائما وهيستمر ده مش كده وبس، هيستمر في كوب 28 وهناك بوادر بتقول إن هيكون الموضوع أصعب وأسوأ عشان الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية وعدم يعني التوافق ما بين الأقطاب الكبيرة وكده. برغم أنهم طبعا ممكن يقولوا كلام حلو في زي في الجي 20 وغيره، لكن على أرض الواقع يعني هو ده ساعة الجد كله بيرجع لورا. يعني هو صعد بيسموها البليدجز اللي هو يعني تعهدي، وبعدين الواقع بيبقى ممكن ما يزيدش عن 5% أو 10% من هذا الكلام. تعهدات مستحقة ولكن لا يتم توفيتها، لا يتم الوفاء بها. طبعا دي بتختلف من دولة لتانية ودخل فيها يعني برضك المؤامرات السياسية وكده. ومش طول الوقت فندم والله بقعد أفكر فين المنطق في التسارع لتمويل الحروب والتباطؤ، أو مش حتى التباطؤ، فكرة يعني تجاهل إن إحنا نبدأ نشتغل على تنمية الشعوب المستحقة لهذه التنمية. طب ما هو الحتة دي لو باظت ودمرت الموارد اللي هم بيحاولوا يستنزفوها برضو مش هيقدروا يحصلوا عليه. ما هي بالظبط كده، مش هيحصلوا. عشان كده هناك رأي يعني الدول الأفريقية طبعا من الدول اللي هي استنزفت مواردها طبعا، وبالتالي وعشان كده لم تكن هناك رؤية أنها تبقى فيها تنمية حقيقية، لأن لو في تنمية حقيقية وأدركوا مصالحهم فالشعوب الافريقيه هتقدر تستغل مواردها بالزبط. وبالتالي المستعمرين القدام مش هيقدروا يحصلوا على هذه الثروات بالزبط. حاجه سيئه الى ابعد الحدود. الا انه الجيد في الموضوع هو انه احنا اتشرفنا باستضافه حضرتك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا دكتور سيد. الف الف شكر، كل الشكر للدكتور مهندس السيد صبري استشاري المتغيرات المناخيه والتنميه المستدامه والمنسق الاسبق لاتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ، الدول اللي تعتبر نفسها دول العالم الحر والمدافعة عن الإنسانية والمدافعة عن الحريات الأربعة والمدافعة عن المبادئ والقيم العليا، هتيجي دايما لحد عندنا وتطنش. وساعة الحرب كله يقوم بإستال السيوف وإخراجها من أغمادها، لكن في السلم طبعا ازدواجية المعايير في كل حاجة، بيئة، اقتصاد، سياسة، صحة، أزمات، نكبات، معايير مزدوجة بالمزاج. خلص الكلام النهاردة على الأقل، ولكن بعد شوية يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كننا العمر فنقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.